بسم الله الرحمن الرحيم. دي زراعة الفول السوداني اهو، المكنة اهي اللي وراها مزروع، هنا قدامها لسه ما اتزرعش، الارض اهي لسه ما اتزرعتش. ماشي، هنمشي دلوقتي، احنا اهو قاعدين مع بعض اهو، فضل شغال اهو، اديني ماشي. شير وربنا يكفينا شر الغير. اهو المكنه وقفت اهو، بسم الله هنفحت اهي اهي اهي، لسه مزروع اهي، بسم الله اهي اهي الحبايه اهي اهي، ده حبايه الثانيه اهي اهي الحبايه اهي. المشكله يا محمود في ايه؟ ان قرايبك هم اللي بيشككوا فيه اهي. انا لسه اهو لسه فحيتها اهي، دي كمان فيها ده، هي واحده بس اهي اهي، واحده بس، ودي اهي واحده بس اهي، لسه متفحتتش، المكنه لسه معديه اهي اهي اهي، تعالي اهي الحبايه اهي 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 يا باشا الحبايه اهي اهي، دي كمان فيها اتنين. انا بص عشان هي حبايه بص ناعمه، فدي نازله اتنين. ماشي، ادي اهي اهي يا باشا الحبايه اهي اهي. دي الفيديو ده للناس الشكاكين اللي بيقول لك المكنه بتقشر، المكنه مش عارف ايه، ده اهو لسه قدامكم واحنا شغالين، وده الارض اهي لسه ما اتزرعتش اهي. ربنا يرزق الجميع، الساعه دلوقتي 7:30 الصبح، ربنا يرزق الجميع اهي، دي اللي اتزرعوا ودول لسه ما اتزرعوش. بالنسبه بقى للناس اللي عندها مكن مش عارفين يشغلوه، الناس اللي عندها مكن مش عارفين يشغلوه، انت دلوقتي راجل معاك المكنه مش عارف تشغلها، ما تطلعش الذنب في المكنه، نقول المكنه اصل بتقشر، المكنه اصل بتفوت، المكنه اصل بتكسر، مش عارف ايه، دي مش ذنبنا ومش ذنب المكنه. هي المكنه معانا اهي اهي، ادي ام المكنه اهي اهي، دي مكنه اهي اهي، مكنه زراعه اهي، ومكنه كمان شغاله اهي. انت دي مشكلتك مش مشكلتنا، والارزاق على الله يا عم. انت مش مصدق، تعالى بنفسك افحت في قلب الارض. احنا عند الشربيني، قرية خالد بن الوليد، ده ارض الشربيني اهي، ده ارض الشربيني اهي، وادي صوب الشربيني اهي، وادي اخو الشربيني الشيخ محمود هناك اهو، عشان برضو الناس تبقى شايفه اهو، الشيخ محمود الشربيني اهو. ماشي، وادي الارض بتاعتهم. I work hard. Too hard.